وينضم إلينا من ريف إدلب مراسل سوريا مباشر عبد الله جدعان. عبد الله، بداية ووسط الأنباء التي كانت تتحدث قبل قليل عن أن الاشتباكات ما زالت مستمرة في بعض أحياء مدينة جسر الشغور، وإن كانت السيطرة عليها شبه كاملة كما أكد المرصد، الوضع الآن وكيف يبدو؟ نعم سيدتي، بالنسبة لمدينة جسر الشغور طبعا تم الإعلان قبل قليل عن تحرير هذه المدينة بشكل كامل من قبل قوات النظام. طبعا بعد احتلال دام 4 سنوات تم التحرير على أيدي الفصائل المشاركة في معركة النصر التي تم الإعلان عنها قبل 5 أيام، ولكن لابد أن ننوه إلى الخبر العاجل الذي يفيد بقيام قوات النظام في فرع الأمن العسكري بتصفية أكثر من 23 معتقلا كانوا داخل فرع الأمن العسكري طبعا رميا بالرصاص. هذا ما فعله النظام أيضا في مدينة إدلب، عندما تم تحرير مدينة إدلب قام بتصفية أكثر من 19 معتقلا داخل فرع الأمن العسكري. اليوم يعيد النظام الكرة ويرتكب مجزرة أخرى في فرع الأمن العسكري في مدينة جسر الشغور. كما ذكرنا بالنسبة للمدينة الآن محررة بشكل كامل، تمت السيطرة عليها بشكل كامل من قبل الكتائب المشاركة في هذه المعركة. بالنسبة للمشفى الوطني المثلث الأمني تم السيطرة على هذا المثلث بشكل كامل، كانت آخر الاشتباكات في المشفى الوطني وتم السيطرة على المشفى الوطني. الآن الثوار يقومون بتمشيط المدينة طبعا مدينة جسر الشغور طبعا، ويبحثون عن المختبئين أو الفارين من قوات النظام أو من فلوس قوات النظام. طيب عبدالله، ماذا بخصوص الوضع الإنساني؟ لأن هناك تقارير عن عمليات نزوح جماعي لعدد من المدنيين والأسر إثر اشتعال هذه المعارك. نعم سيدتي، يعني بالفعل هناك حركة نزوح كبيرة جدا من مدينة جسر الشغور باتجاه الريف المحرر البعيد عن مدينة جسر الشغور وحتى داخل مدينة جسر الشغور. هناك تخوف من الأهالي من قيام النظام باستخدام غاز الكلور السام على هذه المدينة. هناك تخوف أيضا من الغارات الجوية ومن الطائرات المروحية التي تقوم بإلقاء براميل وتفجر على هذه المدينة بعد تحرير هذه المدينة وبعد السيطرة عليها، على غرار ما حدث في مدينة إدلب حيث قام النظام بتدمير قسم كبير جدا من مدينة إدلب بعد أن تمكن جيش الفتح من السيطرة على هذه المدينة. لذلك كما ذكرنا هناك تخوف أيضا من أهالي مدينة جسر الشغور، لذلك حركة نزوح كبيرة بالفعل، وخاصة أن النظام قام أمس باستخدام او بإلقاء برميل يحتوي على غاز كلور السام على بلدة الجهة الجنوبية في ريف جسر الشغور. طبعا النظام يعاود الكرر يستخدم هذا الغاز طبعا الكلور السام على قرى وبلدات الريف ريف جسر الشغور، لذلك هناك تخوف حقيقة من اهالي مدينة جسر الشغور. نعم سيدة، شكرا جزيلا لك من ريف إدلب مراسل سوريا مباشر عبد الله جدعاني.